روما، اتلانتا، الدوري الايطالي، السيري اي، الجوله 32، وين شفنا كيفاش كانت المباراه في هذه الجوله، وين كانت نقولوا بلي مباراه كانت كبيره، وين شفنا كيفاش روسلان الذي سجل الهدف في الشوط الاول اللي انتهى بهدف لسيف لصالح اتلانتا في الدقيقه 26 ويسجل هدف، شفنا روبن اللي نقول وين اتلانتا لعب بنقص العدد يعني من الدقيقه 69، يعني وش عندنا كيفاش باريان الذي كريستا الذي سجل هدف التعادل في الدقيقه 75، شفنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي نقولوا بلي كانت متكافئه، انا ما كانش لا ما نقولش كانت متكافئه، 59% نسبه استحواذ روما، اتلانتا 41%، باولو شنا باولو المدرب تاع روما اللي دخل بخطه 4-3-2-1، شنا كيفاش جيان بيرو المدرب تاع اتلانتا اللي دخل بخطه يعني 5-3-5-2، يعني وين شنا بعد كيفاش كان تلقى الهدف بعد ما تراجع الوراء بعد خروج اللاعب، يعني وين تلقاو هدف البيرنيال الذي سجل هدف في الدقيقه 75، شنا لوبيز في الحراسة، رياك شنا كيفاش جينا كون شنا جوليان شنا ريكاردو هانيك شنا جوردان باريان شنا لونارسو شنا كيفاش ايضا يعني دي يعني نقولوا بلي من جانب روما وين التشكيلة تاعهم شنا كيفاش جوليني الحارس اللي لعب دور كبير تاع اتلانتا، شنا خوسي لويس شنا كيفاش بيرات روبن كريستيان جوكوم شنا جوسيب شنا مارتين ريمو روسلان الذي سجل الهدف الاول في الشوط الاول وخرج دقيقه 59، شنا دوفان زاباتا اللي خرج دقيقه 73، يعني رافار تراولي شنا كيفاش ماريو شنا كيفاش لويس، يعني من اجل اعطاء دفعه جديده للنادي تاعهم في الشوط الثاني، يعني من شنا كيفاش المباراه اللي كانت شيقه، نقولوا بلي مباراه كانت شيقه، مباراه اللي شان فيها لعب مستوى رافع جدا، هذه هي الجوله 32 دور الايطالي سيري اي روما اتلانتا.